أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام في والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء كالدهان فبأي آلاء
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قال
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء لم يطمثهن
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.